اللقاء الهام بينك وبين الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1958، وذكرت أن هذا الحوار استمر إلى 7 ساعات. ما هي أهم الأمور التي دارت بينك وبين عبد الناصر؟ هي الأمور فحوى الرسالة التي نقلتها إليه، هذا كان الموضوع الأساسي. وبعد ما انتهينا منه تطرقنا إلى أمور كثيرة. ولا تريد أن تذكر ما هي الرسالة ولا فحواها ولا من من؟ لا تريد أن تتطرق إلى في عملية 57 64، لكن عندما يحين الوقت إن شاء الله ربما نتمكن من رواية هذه. هل تعدنا أن يعني تكون حلقة أيضا أو حلقتين في هذا البرنامج؟ أعدكم بهذا. فتطرق لأمور كثيرة، فصار يتطرق إلى مجلس الثورة. سألته مثلا ليش ما دخل المسيحي معكم في مجلس الثورة؟ أنا أتذكر بعض الأمور، فقال لي أبدا، ترى صدفة يعني لم يحدث. أنا قلت يعني هل معقول 13 أظن كانوا كده، ما في واحد مسيحي معكم؟ كان لازم يكون في مسيحي. وأنتم يعني عايشين في مصر طول عمركم وتاريخكم إخوة بين المصريين والمسيحي، مسيحي ومسلم. ولما نجي ثورة 19 كان من الذين نفيوا إلى الخارج مع الزعيم سعد زغلول كانوا مسيحيين، وكانوا في البرلمان منتخبين وكانوا كذا، فلماذا لم يكن عضوا مسيحيا؟ فقال لي صدفة يا ترى ولم نقصدها، وهذه وجهة نظر صحيحة وقد سئلت عنها من قبلك. فكان يتحدث عن حتى رجال الثورة، قال لي مثلا عن الرئيس سادات، قال لي الرئيس سادات لا يصلح في سلطة تنفيذية. عجيب. نعم أنا قليها. هو أمور نظرية في الصحافة في ولهذا كان وضعه رئيس مجلس إدارة لدار التحرير التي كانت تصدر الصحف في ذلك الوقت. هو كان رئيس تحرير، فكان هذا يعني من الأمور، كان نطرق الأمور حتى في داخل مصر. ماذا ذكر لك عن الآخرين من أعضاء مجلس قيادة الثورة؟ أبدا، سألت بغدادي كان صديقي وعرفته سنة 55، فسألت إيه رأيك في عبد اللطيف؟ قال هذا من أفضل الرجال. عبد اللطيف بغدادي رجل إداري له نظرة شاملة للأمور، وحقيقة أنا أعتمد عليه كثيرا في إدارة الدولة. معظم مجلس قيادة الثورة ثار خلافات بينه فيما بعد في الفترة الأخيرة، لكن تقييم الرئيس عبد الناصر في عام 58 لمن حوله من الرجال. والله ذكرنا نحن فقط السادات ذكرها والبغدادي. هذا الذي بالنسبة وعملية المسيحي ليش ما كان عضوا في التأسيسي. عبد الناصر لا شك كان زعيم مشتقين في حياته، كما ذكرنا عنده الكاريزما في الخطابة في الطلة، وكان له يعني احترامه أو سميها عند الغرب عند العامة، ولكن لم يستغل هذه الأمور الاستغلال الصحيح. كزعيم دولة مهمة كمصر لم يكن عنده المرونة الكافية كسياسي، يعني كان ناشف شوية. هل هذا سبب من الأسباب اللي أدت إلى بعض الكوارث مثل هزيمة 67؟ والله أنا أعتقد هذا، أعتقد هذا يعني مثلا كارثة 67 لو كان هناك انفتاح على الآخرين، لو كان هناك نوع من أنواع الديمقراطية، لو كان هناك نوع من المرونة في التحدث مع الجهات المعنية العربية في التنسيق، بس كان عداوات، وجد عداوات عربية. تقييمك ده لعبد الناصر، عدم المرونة السياسية عند عبد الناصر، هو تقييم آني الآن ولا تقييمك أيضا في من ذلك الوقت؟ يعني لاحظت في هذا اللقاء المطول أنه ليس عنده مرونة سياسية؟ لا، بعد اللقاء يعني بعد في الستينات لاحظنا هذا الكلام. لكن علاقتك به كيف بدأت تنمو في عام بعد عام 58؟ بدأت 58 وصرت كل ما أتي إلى مصر أتصل بمصطفى أمين، كان من المقربين له جدا. وكان هو الذي يقوم باتصال بمكتب الرئيس ويحدد الميعاد سواء في اسكندرية أو في القاهرة في معظم رحلاتي إلى مصر. واستمرت العلاقة إلى سنة 63. في الفترة هذه كان علاقة جمال عبد الناصر بالمملكة العربية السعودية علاقة متوترة، كانت سيئة في أواخر الخمسينيات، كانت سيئة. أنا أتذكر، لكن علاقتها بسموك، علاقته مع سموك كانت مستمرة. ممكن عفوا اسمح لي يعني قل لنا إيه البعد هنا اللي خلى العلاقة معك علاقة مستقرة وجيدة والعلاقة مع الدولة؟ أبدا، أنا كنت أفرق دائما، ما هو الحكام معظم الحكام العرب يقول لك مادام هو الحاكم
طيب مع الآخرين أنت بالتبعية تكون طيب. إذا كان صار مشاكل أنت بالتبعية يكون لك مشاكل، وهذا غير صحيح. نفرق بين سياسات الحكومات وبين العلاقات الشخصية، علاقات الشعوب. هذه أعتقد أنه حتى يجب أن تستمر، لأنه لربما يوم الأيام هذا الحاكم يحتاجك في نقل رسالة أو اتصال بالجهات المسؤولة التي بينك وبينك وبينها خصومة. نعم. هذه لم يستغلوها إلى الآن، وهذه أعتقد من الأخطاء التي ترتكب عربياً.